فراولة بالعربي أو فريز بالفرنساوي أو ستروبري بالإنجليزي. موضوعنا اليوم مع رندا فهد ببالانس. صباح الخير رندا. صباح النور. بس قبل خبريتك تنكفي موضوع الأنتي أوكسيدان اللي حكينا عنهم، عن حكينا عن الشاي، حكينا عن الشوكولا امبارح، حكينا عن الكرامبريز، اليوم عن الفريز. مشان هيك موضوعنا اليوم هو بس حتى يكمل المواضيع اللي عم نحكيها، ويكمل موضوع انه كمان نحن فينا نحطهم فروزن مثل ما قلتي 100%، نحطهم بالفريزر ونقدر نستعملهم امتى ما بدنا. انا صرت عم بشتري فروزن رندا في بالاسواق طبعا، اوقات بعمل سموذيز بالبيت. مزبوط. بقصص هيلثي، بحط حليب كريمي، بعمل هيك مزيج. وتاكدي طيب. انه تاكدي انه بيكون الحسنات اللي بدنا نحكي عليها موجوده 100%. مزبوط. واقوى. هلا خبريت اليوم هي اكثر على البارز، هي شوي هيدا ارتكل اجى ليحكي ارشادات عن هول البارز اللي بنسمع عنهم. فالبارز اللي عم بحكي عنهم موجودين كثير بالسوق، في صح. بارز للولاد، في بارز فيهم سكر، في بارز بنحط لهم فواكه بيقولوا فواكه طبيعيه، في بارز فيهم بروتين، في بارز جلوتين فري، فيهم ريد بيريز وفريز. مزبوط مزبوط. وبنقرا يعني كذا شغله فينا نقراها، في بارز بنحط لهم انه فيهم الياف زياده. فاذا هون عم يصير عندنا مثل كانه ضياع. الماركت ايه، ومشتاحين البارز مشتاحين فيها. هلا الارتكل شوي كان عم يعلق غذائيا انه العالم اذا اخذته هالبار كسناك مش مشكله فيه يمرق، بس هذا البار اذا عم تلاحظي صار عم يتاخد هيدي السناك كأكل. عم تاخد كاكل، وكنا عم نقول ما بيكفي، ما بيكفي غذائيا، لانه نحن هون عم نشيل وقعه ونحطه. وليش عم نشيل وقعه ونحطه؟ هيدي انا دائما شغله بقولها للي بيجوا لعندي على الكلينك، انه مالي فينا نلف ترتين صغيره، شو بدها وقت؟ يعني وقتها هين انه اخذ شقفه خبزه صغيره حط عليها شقفه جبنه كون عم لفها، وحتى بقلب الجزدين بقلب الشنطه اللي عندي حسب انا وين رايحه، حسب انا مين كبيره صغيره اتسترا. نعم. وساعتها وقت جوع كون عم شيلها واكلها، طبعا بتكون عم تحتوي على مواد غذائيه اكثر مما موجود بالبار. هلا ولكن كمان فينا نشكل، بس هو البار رندا براتيك براتيك وسريع، يعني الواحد بياخده بحطه بجسدينه، ان كان رجال ان كان نساء كلهم، يعني وين ما كان بيروحوا، وسيلد ومسكر. مزبوط. وكالوري ككالوري يعني ايه؟ تقريبا 100 هلا بينكتب عليهم. هلا اللي انا بدي احكي انه اول شيء ما لازم يحل محل وقعه، هيدي شغله. ثاني شغله مش كلهم فيهم 100 كالوري، في منهم فيهم 100 كالوري اكيد أكتر. في منهم اوقات رح تقري 100 كالوري بس هن بيكون فيهم 2 بارز بقلبها، فاذا هي صارت 200 كالوري اذا انت عم تنتبهي على الوحدات الحراريه. هلا كمان في شغله فيهم هولي انا دائما منبهها انه هولي الجلايسيميك اندكس تبعولن اما مضبوط، المؤشر السكر عندهم كثير عالي، وهالشيء بيعني انه هن رح يرجعوا يجوعوا بعد فتره صغيره. كمان هون في ديس ادفانتج، وهون انا حتى ما اكون عم اقول انه ما تاخذوهم بالمره، دائما بنصح اللي بده ياخذهم ياخذهم مع قطعه فواكه او ياخذهم مع فنجان حليب بدون دسم، بيكون اخذهم بطريقه مضبوط. نعم. وبطريقه فيها بروتين او لبن اكيد كمان. هلا كمان عندنا البروتين بارز، لانه اكثر كمان الرياضيين بيستعملوا البروتين بارز. هلا البروتين بار اول شيء اذا اخذنا بروتين بار صغير وبدنا نقول بده يحل محل اللحومات اما البقوليات اما كل البروتين اللي عم ناخذهم، هالشيء منه مزبوط، لانه اللوح اللي كثير صغير تقريبا اذا حكينا اللوح اللي بيحتوي 100 كالوري وهو بروتين بارز رح يحتوي تقريبا على 7 جرامات بروتين مش اكثر من هيك. اوكي. هلا نحن ما بحل محل اللحمه، محل قطعه لحمه هو بحل محل 30 جرام من اللحمه. نعم. هلا كمان الرياضيين اخر شغله عن هالموضوع، بس لانه وقتها بدنا نشتريهم بدنا نعرف شو عم نشتري. أكيد. وانا كثير رياضيين بيعانوا انه عم يزيد وزننا ما عم نعرف ليش، وهن بيكونوا عم ياخذوا يمكن لوحين منهم هالبارز. هلا البارز اللي نحن بنشوفهم، هل قد بتاثر رندا؟ اللي بنشوفهم بالفارماسي البروتين بار هن اجمالا بارز كبار، بيقولوا لك بيوفروا بنقرا عليهم 30 جرام من البروتينات. مزبوط بيكون فيهم 30 جرام من البروتينات، ولكن ليكون فيهم 30 جرام من البروتين يكون طعمتهم طيبة، رح يكون داخلهم دهنيات أو داخلهم سكر أو مجموعين سوا ليعطوا الطعمة. ما سبورتيف بيحرقوا بيرجعوا بيعملوا سبور، يعني مزبوط. حتى لو أكلوا هالبار هل قد بيأثر بزيادة الوزن؟ هيدا البار تقريبا عم يكون الكالوريز تبعوله 380 وحدة حرارية. فإذا أخذت 2 بارز منهم يعني صرت تقريبا فوق 700 وحدة حرارية كسناك. لا حتى لو كان
شخص رياضي هيدي سناكس 700 وحده حراريه. فضل ياخذ فواكه؟ فضل ياخذ دائما، انا بيعرفوني الرياضيين بحب اللبن مع الفواكه، الحليب مع الفواكه، الحليب مع الشوفان، نعم. مع الفواكه المجففه اكيد بتكون عم تقيد قلبهم وعم تعطيهم كمان كميه كافيه. لكن انا ماني ضد، بس بده واحد يعرف شو عم ياخذ. اذا واحد اكل ترويقه خفيفه رندا وعشا خفيف، قدي لازم ياخذ كالوريز كغدا؟ يعني عم نحكي كالوريز تقريبا يعني هلا هون حسب هيدا الشخص، هل هو عم يعمل رجيم، هل هو بالاصل كم كالوري، عم ينتبه على وزنه، لنقول عم ينتبه على وزنه، لنقول عم نحكي عن امراه مش على رجل، عم نقول على امراه منا يعني بعمر لنقول 35 وبالطالع. هون الوقعه اللي هي الظهر بدها تكون تقريبا 500 كالوري، 500 550 هيك، ما لازم تعديها. كرجل فيها تكون 700 وحده حراريه، نعم. بهالكالوريز فيكون عم يحافظ على وزنه. أوكي. هلا فاذا هيدي بس الخبريه، لكن بالنتيجه بدنا نعرف شو عم ناكل، يعني مثل نتيجه دائما اللي عم نحكي، لنعرف شو عم ناكل لازم نقرا ليبز، لازم نعرف انا ليش بدي اياها، بدي اياها كرمال انصح، بدي اياها كرمال اضعف، بدي اياها كرمال اخذ بروتين، بدي اياها كرمال الالياف، ساعتها بعرف شو بدي نقي وقتها اخذ. Alright. فريز كنا عم نحكي على، لكن على الفايتو كيميكلز، المواد الكيميائيه اللي هي موجوده بقلب الماكولات وخصوصا هون بالفواكه والخضار. وانا لانه كنت عم بحكي على الستديز اللي كنت درستهم بهالفتره، فهو الدراسه كانت عن الشوكولا، عن الشاي بالتحديد، كانت على الكرامبريز وعلى الفريز، مشان هيك انا عم برجع برر ليش عم بحكي عنه، هو مش موسمه، مشان هيك عم بحكي هلا عن الفريز. اذا بنطلع على شغلتين بدي قبل ما فوت بموضوع الفريز، بنطلع هيدا اسمه الفايتو كيميكلز، بنقول له فايتوميتر، وهون بدلنا شو هو اي نوع من الفايتو كيميكل موجود بكل اكله. ولكن انا هون حتى ما اكون عم نضيع كثير وقت، بدي اقول انه وقت احكي على الخضره بحكي على الاسبرج، بحكي على الارتشوكي، على البروكولي، بحكي على الذره، بحكي على الجزر، بنحكي هون على الثوم، البصل، بنحكي على الفليفله الحلوه، على السبانغ، البندوره، بنحكي كمان على السويت بوتيتو. هول بالخضار اللي هن بيحتووا الفايتو كيميكلز. ونحن مثلا هون رح اخذ شغله بسيطه اللي هي الكابج او الملفوفه اللي على طول عندنا منها بلبنان، على طول على طول موجوده. بتطلع بلاقي فيها اربع انواع من الفايتو كيميكلز، هو الفلافونويدز، فيها البيتا كاروتين، كمان بتطلع فيها السلفورفين ابيض اكزاكتلي، والاندولز. وكل هول هن عم يكونوا مزبوط بينوا علميا كيف عم يفوتوا على قلب الجسم وعم يشتغلوا ليعطوا فوائد. فاذا هول بالنسبه للخضره. لأرجع بالنسبة للفواكه، الفواكه أكيد التفاح، أكيد المشمش، أكيد البطيخ الأحمر والأصفر، أكيد دايماً نحكي على الكيوي، بنحكي على الكرز، وطبعاً ما بدي أنسى الأورنجز، هلأ موسم البردقان. كمان بدنا نحكي على الجريبس، أما العنب، وكل انواع البرز، حكينا على الكرامبريز، حكينا على الراسبريز، واليوم عم نحكي على الستروبريز. في ستروبريز فيهم اهم، او الفريز اهم موانع تاكسد اللي هن الفايتو كيميكلز، هون هن موجودين اسمهم الفلافونويدز والبوليفينولز. اوكي. طيب لارجع كمان ستيفاني، حبيت فرجيها هيدول اللي عم بحكي عنهم، هيدا بالكانسر ريسيرش عم ينحطوا حتى نحن نحكي على الفايتو كيميكال. لارجع اذكر كل موضوع هالجمعتين انه عم نحكي على مواد كيميائيه موجوده بالبلانتس، هيدي اللي عرفنا 100% اهميتها لمحاربه الامراض السرطانيه، او 100% او كرمال تقوي القلب، او 100% كرمال تمنع الستروكس اما بالدماغ جلطات. او جلطات الدماغ. هلا كنا عم نحكي بالستروبري، اول شيء الستروبري في ماده الفلافونويدز، عم نحكي في ماده الانثوسيانين اللي هي عم تعطيها اللون الاحمر.
وهيدي الفراز كل ما كانت حمراء اكثر كل ما هي عم تنفع اكثر. وبعدين الفراز في شغله ما بيحمر بعد ما تقطفيه، يعني مش بنقول قطفناه ونطرنا هلا يومين ثلاثه ليحمر، لا يستوي اكزاكتلي. فنحن وقت ينقطف لازم يكون احمر، فاذا وقت نشتريه لازم نعرف انه هو لازم يكون احمر ليكون في الانثوساينين. هلا الماده الثانيه اللي هي فيه كثير مهمه اسمها ايلاجيك اسيد، هول اثنيناتهم بينوا اهميه بعده محلات. اول محل انا رح احكي عنه هو للدماغ، وكثير انعمل ريسيرش، وبهيدا الريسيرش اكثر شيء انعمل واتاخذ كثير جروبات، بس بين كثير اهميته للنساء. اوكي. فبين انه كرمال الذاكره عند النساء، كرمال الكوجنيشن يعني نكون عم نستوعب اي عمر اسرع. مزبوط. اخذوا الميدل ايج عم نحكي، دائما بين لنقول 35 و55 كان دراسه عليهم، وتبين انه هول المواد الفايتوكيميكلز كثير نفعوا الدماغ. وما بعرف تقارنوا بين الرجال، وبين انه المنفعه للنساء كانت مرتين اكثر من الرجال. اوكي. لكن الفريز بينفع النساء للذاكره، يعني بهيدا الموضوع. هلا اهم شيء الذاكره بعد هالعمر. مزبوط كثير مهمه. الشغله الثانيه هي اللي عم بحكي عنها بكل هالفايتوكيميكلز اللي هن عم يحموا القلب. نعم. وعرفنا قديش اهميتهم بحمايه القلب، الدم يكون عم يجري بسهوله، يكونوا كمان الشرايين مرتاحين، هيدي صرنا بنعرفها. هلا في شغله ثانيه بالفريز انه هي كثير مهمه لتوطي الضغط. الفريز بيحتوي على الالياف، الفريز بيحتوي على كمية بوتاسيوم عالية، وطبعا ما في ملح، ونحن بنعرف انه وقت يكون شغلة فيها بوتاسيوم عالي هيدا الشيء بيكون عم يساعد لتوطية الضغط وكمان للكرامب. اكيد يعني طبعا، لانه كمان هي فيها مغنيسيوم وهي فيها مانغانيز بكميه عاليه، فيها فيتامين سي كمان، وفيها فيتامين سي. قديش فيها فيتامين سي؟ اكيد اذا باخذ 8 حبات فريز هن فيهم فيتامين سي من قد ليمونه، فكمية الفيتامين سي بالفريز كتير قوية. هلا في نوت صغير، حاسة حالي عم بركض لأنه ما في كتير وقت. لا ومددونا. طيب thank you. ففي نوت صغيرة إنه بنعرف نحن الفيتامين سي مع الوقت إذا أنت قطفتيها رح يخف، أو إذا حطيناه بالبراد كمان وتركنا الفريز يومين أما ثلاثة، على كل حال الفريز ما كتير بضاين بيهترق. سؤال، أنت لازم نغسله، وبعد الغسيل قدي وقت لازم ناكله؟ اوكي، تضلوا الفوائد 100%. هلا نحن الفريز وقت نجيب، طبعا بنجيبهم علب صغيره، بالحقيقه لازم وقت نجيب هيدي العلبه، يعني ما نجيب علبتين وثلاثه ونقول لليوم وبكره وبعد بكره، بدنا نجيب العلبه نغسلها وناكلها، هيدي اذا بدنا ناخذ فوائدها بالفيتامين سي. ما تضل بالبراد اكثر من نهار؟ اكيد. اوكي. هلا اذا بدنا نحطها بالفريزر فينا نغسلها ننشفها نحطها بالفريزر، ووقتها نحطها بالفريزر فيتامين سي بقلبها بضل لا وقت ما نكون عم نستعملها. فهون فينا نعرف انه الفيتامين سي ضل بقلبها، فهيدي كمان شغله بتنفعنا. ونحن بنعرف اهميه الفيتامين سي، والفريز بيستعمل بعده طرق، يعني فينا نحطه بالسلط، فينا نكون عم نعمله مع الايس كريم، مع الجاتوهات، مع كل شيء، حتى مع بلسميك فينيجر بالسلط كثير طيب. رندا، كثير حكيوا عن الكيميائي يلي على الارض، يلي بالمي لما بنسقي الفريز، وكثير خوفونا ناكل فريز ونعطي اولادنا فريز كمان طعميهم. شو لازم نعمل؟ كنا عم نخاف كثير من الفريز، بعدنا لازم نخاف وقت حبه الفريز تجي كيلو، يعني انه في شيء منه طبيعي، لانه حبه الفريز لازم تكون هي صغيره. اللي فينا نعمله، الفريز من الاشياء اللي كثير قليله اللي انا بطلب تكون اورجانيك، يعني انا بفضل واذا بدنا نشتري الفريز يكون اورجانيك. دائما عندنا مشكله بلا مبيدات بلا شيء. مزبوط، عندنا مشكله بالاورجانيك ما فينا، خصوصا اذا عائله كبيره وعم يشتروا كثير، الاورجانيك شوي اغلى من العادي، مش دائما الاشياء متوفره، والاورجانيك دائما صغار ومنظرهم مش حلو قد العادي، بس هن هيلثي اكثر. هن لانه ما بيكون في الكيماوي اللي نحن بنخاف منه، وبنخاف منه لانه الكيماوي وقت يكون بيجي على الفريز، ما تنسى انه الفريز ما لها غطا. فهي رح يفوت لجوا وما رح نقدر نكون عم نغسلهم اما عم نشيلهم. فاذا اخذناها اورجانيك ما فينا نطهر الفريز. مزبوط، كمان anyway. كمان بتهتري. فاذا اخذناها اورجانيك هي احسن طريقه. وطبعا هون الفريز المفضل يا ناخذه
بموسمه، يعني نكون مثل ما قلت نشتري كميات كبيره ونحطها بالفريزر. هلا دقيقه مش يلا رح نسرع. بدي احكي عن موضوع كمان مهم بالفريز اللي هو اهميته لتنظيف الجسم، لانه دائما نحن بنحكي على الديتوكس وكيف لازم ناخذ اشياء تو ديتوكسيفاي تساعد الكبد يكون عم ينظف الجسم، والفريز فيها المواد اللي فيها بتقدر تنظف الجسم، مشان هيك وقتها تعمل هالتنظيف عم نلاحظ انه هي عم تساعد كمان الكلوي، عم تساعد ضد امراض اليوريك اسيد اما الملوحات، وعم نشوف انه هي عم تريح المفاصل. فكمان بينت اهميه الفريز حتى تكون عم تريح وترطب المفاصل، كمان اهميه كثير مهمه. هلا كنت عم بحكي على شغلتين، بدي بس بنص دقيقه بدي اقول انه حكيت عن اهميتها للقلب، ما بدنا ننسى انه فيها الفريز فيها نوعين من الالياف اللي هن النوع اللي بيساعد ضد كتمان المعده والنوع اللي بيساعد مرضى القلب. وكمان الفريز الجلايسيميك اندكس اما مؤشر قديش بتعلي السكر واطي، مشان هيك نحن بننصح فيها مريض السكري. كم فريز قد فويكه؟ الفويكه هو فنجان فريز كبير. هلا الفنجان الكبير تقريبا رح يحتوي حسب القطع، بس بالاجمال بيحتوي تقريبا 10 حبات فريز صغار. خلص وقتنا، ميرسي على المعلومات الحلوة. لكن الفريز بيفيد النساء، هيدي الشغلة أكثر شيء للذاكرة حفظتها. ثانك يو رندا، بنرجع بنشوفك نهار الاثنين. الله راد. مشاهدينا وقفة منتابع اللايف.